اهلا 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 اهلا. طاجين النهارده بقى هو الحقيقه يعني طاجين باميه، بس هما بيسموه ملوخيه، طاجين ملوخيه. ربي واحبابي والعشران وقول لي معموله طبعا بصل وفي زيتون اخضر واللحمه طماطم في فلفل كمان حامي من طول يا نفس طعم الباميه الويكه عندنا في مصر، نفس طعم الباميه الويكه بالظبط بالظبط. وما يصبرنيش وما يصبرنيش لحم غنم بس مذبوح النهارده، الطاجين محطوط على الفحم من الساعة 10 الصبح، يعني ما شاء الله الساعة دلوقتي 2، يعني حوالي 4 أو 5 ساعات على الفحم. طلع زبدة كده، طعم الزيتون، الزيتون مع البصل مع البامية، والراجل كمان جاب لي زيت زيتون زيادة، طبعا معمول بزيت الزيتون، والشحم أو الدهن اللي في اللحمة كله مع بعض يطلع خليط. واكتر حاجه عجباني بصراحه السلطه، حلوه جدا يا احبابي. احلايه بقى، احلايه فروت سلطه مغربي، مكوناته ايه بقى؟ تفاح ورمان برتقال وكيوي وموز. حاجه كانت هنا وحشه والله، اخرج بره ساحه الفنا بعيدا عن كل الحاجات الجميله اللي هناك، مش وحشه طبعا، بس لو خرجت بره ساحه الفنا والمناطق السياحيه، البلد جميله جدا 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 بره المناطق السياحيه. عيش في وسط الناس، هتاكل حاجات احلى واجمل واطعم وارخص وغريبه، يعني مش موجوده في الحتت السياح كلها بتروحها حقيقي. يعني يا حبابي قلبي مشتاق للنبي، يا حبابي يا حبابي.